أسلامة مريم عجرودي، أنا ممبر في مؤسسة الياسمين. خدمنا بروجي داكسيون سوسيال اللي هو تراث أجدادنا بين يدينا أولادنا. المشروع هذا ما كانش عنتها سهل وما كانش صعيب على خاطر دي فورماسيون، وبعد لي فورماسيون هذوكم لمينا لي دوني باش نعرفوا شنو البروجي اللي باش يخدم في منطقتنا اللي هي خالد بن وليد دواريش المنوبة. دونك بعد ما لمينا لي دوني قررنا ان نخدم على تيم التراث اللي هو في الثقافة، وهكذا سمينا مشروعنا تراث أجدادنا بين يدينا أولادنا. علاش تراث؟ على خاطر القيمة التراثية في المنطقة هذيك قاعدة تضمحل وقاعدة تضيع. قلنا علاش ما نعاودوش نعملوا إن ريستوراسيون للقيمة متاعنا التراثية التونسية. المشروع تخدم في مركب الطفولة دواريشن، خدمناه على 14 حصة مع صغيرات، يعني السيبل متاعنا هو الصغار بين 6 سنين ل 12 سنة. دونك ملي اول حصة كان البارتيسيباسيون بتاع الصغيرات 45 الصغير، ومن بعدين في حتىش وصلنا ل 13 حصة كان عندنا 120 صغير. المشروع كان متسلسل، اختارنا حاجات كما نقولوا نحن رموز تراثية، دي زغابيسك، لبسة، حاجات يعني تنترن احنا بتاع تراثنا. وصلنا للحصة 15، صار فيها الكلوتور متاع البروجي، عملنا فيها عرض كوريغرافي متاع غناية إكربد اللي هي عنتها غناية أمازيغية، صارت فيها الستوراسيون متاع أماني الشريف. خدموا كوريغرافي واحد هكايا عنتها من وحيهم هما، شافوهم أوليائهم وانبهروا وقتها، قالوا نحنا مكنش عنا فكر إنه صغيراتنا نجموا يعملوا هكايا. صحيح دواريش المنطقة شعبية أما فيها طاقات كبيرة، وهذه الدورابيليتي اللي باش نخدموا عليها المشروع متاعنا اللي باش يتواصل إن شاء الله بقدر الله.